السيدة ابتسام ناصر إحدى أصحاب المشاريع الصغيرة اللي أسست مشروعها الصغير منذ عام عدة سنوات يعني، وكان هو بالمشغولات الصوفية. اليوم السيدة ابتسام إحدى رائدات الأعمال، صار في عندها مشروع كبير مو مشروع صغير، وصارت فعلا إنسانة رائدة بهذا المجال. خلونا نحكي أكثر تفاصيل عن هذا المشروع، وين صار، كيف صارت عم تسوق لحالها، شو الأفكار الجديدة اللي صارت عم بتضيفها لمشروعها. صارت معنا السيدة ابتسام بالاستديو. بنقول لك صباح الخير. أهلا، صباح النور. يسعد صباحك ست ابتسام. أهلا. يعني مثل ما حكي زميلي يزن، مشروعك هو الأشغال الصوفية. خلينا نحكي بداية عن فكرة المشروع، كيف وإمتى بلشت معك؟ هلا موضوع قديم كتير. يعني شفتي كيف أنا من زمان بحب شغل الإيد، فتعلمت يعني وتابعت وطورت شوي شوي كمان يعني. حلو كتير. طيب إذا بنحكي من كم سنة، خلينا هيك نرجع شوي لورا، يعني في شيء 40 سنة. 40 سنة ما شاء الله عنك. 40 سنة، من 40 سنة لليوم وانت عم تشتغلي نفس الشغل؟ اكيد ما نفسه، يعني دائما في تجديد، تطوير. صحيح، دائما في تجديد بالقطب، بالموديل بكيفية القطعة وماهية القطعة. يعني مثلا عندك جاكيت، عندك بلوزي، عندك طاقية، عندك لكلوك ولد او شيء، كله كل شيء يختلف يعني. يعني واليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت مباحة قدام الجميع يعني، وكمان منلاقي أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي عم بيعلموا. قد استفدتي من وسائل التواصل الاجتماعي في تطوير ذاتك وتطوير أشغالك اليدوية؟ أكيد. هلأ أنا بزماني كنت أخذ القطبي من خيالي يعني، شفتي كيف؟ أو إذا يعني شفت قطبي وحدة تكون لابسة قطعة ومشياني بالشارع ممكن شوفها حطها بذهني وارجع على البيت طبقها طبية هيك. أما هلا فبدخل على النت يعني. أيوة. في كتير مواضيع. صحيح. كتير متوفرة اللي بدك إياه، هو طواقي، هو جواكي، هو بلواز، هو تياب بيبي. صحيح. إيه في خيارات كتير يعني. حلو كتير. إذا بدنا نحكي هيك نرجع كلام شوي لورا 40 سنة، أول قطعة اشتغلتيها، كيف اشتغلتيها، شو خطر لك، شو مين هيك شجعك، بمين تأثرتي؟ هلا أول قطعة اشتغلتها كانت المرحومة أمي تخرج منديل حرير، هذا من مستخرج من دود القز، هذا تراث قديم كتير. قديم. فهي كانت عم تعمل منديل، لفتت نظري وأسندت لي وقتها أنه كمان أنا تشتغلي معه وتساعدية. شرحت لك الطريقة أيوة والله، وتابعت كمان إخواتي بيشتغلوا بالصنارة، كمان أخذت منهم شوي. طيب الأشغال اليدوية اللي بتساويها كيف بتسوقيها؟ يعني شاركتي مثلا بمعارض حضرتك ست ابتسام؟ هلأ منشارك أحيانا عن طريق المرأة الريفية. المرأة الريفية اللي هي داعمة فعلا لكل المشاريع. مظبوط. حلو كتير. هلا كمان ما في هيك عندك مثلا رغبه بانك تعلمي الصبايا هلا طالعين جداد هيك هي المهنه؟ اكيد بتمنى اذا في شيء دورات نظاميه كمان يعني، بس بقى هون بترجع للاخرين اذا عنده الرغبه ولا لا. طيب لحتى يكون عنده الرغبه لازم نرغبهم، لازم دائما يكون في نشر للشغل، نشر للنتائج. انت ما بتشتغلي على هذا الموضوع انه مثلا وين ما قعدتي تحكي عن هاي القصه؟ هلا يعني اللي حوالي ما كتير مهتمين بالموضوع يعني، قليلين جدا. شفت كيف؟ بس بتمنى اذا فيه دورات، اذا فيه ناس بتهتم. هلا اخر هم الناس صارت العمل اليدوي او الشغل الصوف والتريكو وهالقصص غير اول. بالاول كان كتير الناس تهتم بالموضوع. حلو كتير. طيب اذا بدنا نحكي يعني نحن أكثر أنواع المشغولات، يعني في مثلاً مشغولات طوائي، شنتات، حتى بالفترة الأخيرة صار في شناتي كاملة. هدول شو بيسموهن؟ الغطية هيك اللي بنحطها. الشال. شو أكثر شيء هيك بتركزي أو بتحبي تشتغلي فيهم؟ أنا ما بتفرق معي، كله بيشتغلوا يعني. كله أنا متمكنة وقادرة أشتغل كل شيء. ست ابتسام، بيصير عندك تواصي حدا بيطلب منك إنه مثلاً أنا بدي هاي القطعة، بدي هيدا الموديل، بدي هيدا اللون؟ إيه ممكن، بس قليل جداً، لأنه بتعرفي هلا صفت صراحة ضغوط الحياة كتيرة يعني، ما عاد بقى واحد كتير مهتم شو يلبس أو شو.
يعني. طب شو هي اول قطعه او اكثر قطعه انت اشتغلتيها وهي بتحسيها هيك قريبه منك عزيزه على قلبك كثير؟ انا اي قطعه بشتغلها بحسها شيء مني من جواتي يعني. انا عم بعطيها من من جواتي، فما في قطعه اغلى من قطعه يعني. حلو كثير. طيب وقديه بتضلي مثلا بقطعه هيك بلوزه مثلا قديه بتضلي بالزمن؟ اسبوع. اسبوع بتخلصيها؟ بتضلي مركزه كل يوم كل يوم؟ ايه طبعا حسب بقى الوقت كمان يعني، اذا عندي وقت ايه بتخلص باسبوع، بس احيانا اذا مشغوله اذا عندي طلعه برا. خلينا نشوف في قطع حضرتك جايبتيها معك ومبين عنها كثير حلوه، خلينا نحكي عن كل قطعه مثلا قد ايه اخذت وقت منك حتى خلصتيها. هذا خيط حرير كمان بشتغل انا خيط حرير للصيف يعني. هذا هيك بلورو. نعم. ما بعرف وين بركز بقى على هاي الكاميرا. طيب هذا بلورو حلو. حلو كثير يعني، وردي او شيء. حتى انه صحيح مشغول بخيط قديم لكن في شيء عصري يعني، في شيء هيك موديل حلو مميز لون مميز. مثل هاي القطعه ست ابتسام. ايه واضح تماما. مثل هاي القطعه قد ايه اخذت منك وقت حتى انجزتيها؟ يعني بدها شيء اسبوع او اقل بشوي. بدها اسبوع. طبعا هدول لإلي. لك هدول قطعه خاصه فيك ملبوسين يعني. وهي القطعه وهي كمان صيفيه. ايوه كمان هيك فوق بلوزي قطع او شيء كمان موديل ثاني يعني. طيب هاي الافكار من وين بتجيبيها يعني؟ هاي مثلا مثل هذا الموديل كيف هيك خطر لك انك تساوي هيك قصه؟ افكار هذا عن النت. عن النت طالع القطبي عن النت. بتساويها بجوز اضبط من الصور اللي شفتيها. ممكن. حلو كثير. وهذا الش القطعه هي هاي صوف هيك جاكيت ربيعي. هي يمكن بتاخذ وقت اكثر لانه طبعًا. واضحه انه طبعا بس يعني. كمان بيختلف الخيط، هي خيطه شوي خشن فبتبد معك اكثر من الخيط الناعم. حلو كثير كثير حلو. وقد ايه بتكلف هيك قطعه ست ابتسام؟ هي هلا رجعنا لموضوع الكلفه يعني، الكلفة صار هالايام صارت بتكلف والله. صارت طابه الصوف ب 20,000 يعني كان يعني القطعه بتكلف تكاليف زادت عليك، فشي طبيعي انك تزودي الهي. بس كمان الواحد وقت بده يشتري هيك قطعه صراحه يعني بده يشتري قطعه له للزمن مثل ما بيقولوا يعني، ما بتخرب ما بتنتزع، قطعه مميزه ما في بعنايه تماما. فهذا الشيء طيب في ناس فعلا بتشتري منك هاي القطعه بتقول لك انا بدي اشتري هاي القطعه لو غاليه يعني بس انه مميزه. هلا نحن طبعا في بيطلبوا احيانا بس مثل ما عم قلك خف الموضوع شوي اخيرا، خف نتيجه الضغوطات الاقتصاديه. يمكن اللي بياخذوهم هن بيكونوا اشخاص كثير بيحبوا الصوف وبيحبوا يلبسوا هاي القطع. احيانا تجي وحده على المرأة الريفية مثلا بتشوف حجم جاكيت معين صغير او كبير بتطلب مني انه بدها تحكيني على الهاتف تاخذ رقمي من الصبايا اللي هم تتواصل معك اكبر او اصغر او بهالحكي. شايفين قطعة كمان كتير حلوة هيدا الجزدان الأسود كمان شغلة هي بسنارة واحدة ست ابتسام؟ ايه سنارة واحدة. سنارة واحدة هلا أغلبه سنارة واحدة ليش؟ أريح. نعم بشتغلك شو اسمه هيدا الجزدان قدي أخذ منك وقت مثلا؟ ما بعرف شيء خمسة أيام. خمسة أيام كمان يمكن حسب أنت ما بتشتغلي باليوم عدد الساعات هيدا الشيء بيرجع عليك لأني. هي شو هي طاقية؟ هي طاقية إسلامية بسموها. حلوة حلوة حلوة, حلوة كتير يعني هلا عم نشتغل فيهم يعني كونه حلو كتير يعني مطلوبين يعني مطلوبين هلو. وكأنه بخيط حرير ما؟ هذا خيط قطن. خيط قطن طيب كمان هاد شغلي هيدا الشال اللي سألت عنه يزن هذا الشال طبعا في هذا نقول له مستطيل في شالات بتبقى مثلثي صحيح في شالات دائرية يعني قديش بتحسي بالرضا قديش بتحسي هيك بالسعادة وقت تقولي هاد شغلي وهاد شغلي وهاد ضليت فيه خمسة أيام يعني أنا بنبسط لما بكون لابسي شيء من تعبي يعني من شغلي قديه بيسألوكي الناس إنه هيدا اللي لابستيه كتير حلو وين كيف شغلتي منين جايبتي بيسألوكي إيه طبعا بيسألون طيب هون اذا انت شايفي على حالك تحسي بالرضا شفتي حدا هيك لابس قطعه انت شغلتيها كي شو هالشعور بتحسي فيه اكيد برتاح يعني تنبسطي بتمنى ايه اكيد بتمنى هذا الشيء يعني بحس بنجاح قديش حلو النجاح اكيد حلو بعد هيك فتره طويله من الشغل والتعب تلاقي نتيجه تعبك يعني انا عفوا ما بعتبره تعب انا بعتبر هوايه تبرو هواي وعمارسة يعني أنا قبل ما أشترك بالمركز عفوا بالمرأة الريفية كنت دائما أشتغل وقر
يعني اشتغلها للقطعة وقرها مشان ارجع اشتغلها مرة ثانية. تعملي موديل ثاني. ايوه يعني ما فيني اقعد اذا ما في بايدي شغلة عم بشتغلها. عندك حالة عشق للشغل. ايوه هيك، فأنا ما بعتبره تعب. تسلية. أنا أي تسلية. يمكن أنا إذا قاعدة من غير ما أشتغل بتعب أكثر ما إني أكون عم بشتغل. حلو. يعني اليوم ست ابتسام بظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشها، قد إيه مهم كل سيدة سورية إنه تقدر تشوف مشروع صغير يعني يكون مصدر رزق لها ولعائلتها، قد إيه يعني حتى ولو كان بحصة مثل ما بيقولوا بتسند جرة، قد إيه هذا الشيء مهم فعلا؟ طبعا كثير مهم. خصوصا هلا بهالوقت، يعني اللي عندها أطفال اللي عندها ما أنا قادرة تشتري شيء من السوق، الأسعار كتيرنا يعني ممكن أحيانا كتير، حتى أنا أحيانا ممكن ألجأ للبالة أجيب قطعة فكة وأرجع عيدة. يعني بيكون نوعية الخيط كويسة، فالمدام اللي عندها مجموعة أولاد أكيد ما فيها تشتري لهم من السوق، أو ما فيها تشتري حتى الخيط من محلات الصوف وتحيكو فيتا، فبدها تكون مدبرة هي للموضوع. أيوة. حلو كتير. هلأ ما حدا بيساعدك هي بموضوع التسويق غير المرأة الريفية يعني مثلا؟ لا أكيد. طيب انت ما فكرتي مثلا تفتحي مشروع خاص لإليك او مثلا شيء هيك تسوقي من خلاله؟ ممكن فكر، يعني بتمنى يكون عندي لو محل صغير اني اعرض منتوجاتي. طيب ما بتحسي انه لازم مثلا، هلا انا بعرف مثلا بدمشق على سبيل المثال في سوق كان لهي الاشغال اليدويه، للاشياء الاثريه، الاشياء اللي بتنشغل بالايد، يعني ما بتحسي انه لازم يكون موجود هيك شيء باللاذقيه كمان كل هاي السيدات اللي عم يشتغلوا بهي القصة يعرضون منتجاتهم؟ هلا هو هيك صاير، يعني عن طريق المرأة الريفية في كتير سيدات مشتركات فيها، بس هو قصدي انه في سوق الاختصاصات كامل، يعني سوق كامل خاص بالاشغال اليدوية، ما لازم يكون في هيك شيء. هو حتى المرأة الريفية، صارت المرأة الريفية تعتبر سوق كامل. نعم. انت اذا بتدخل علي بتشوف اللي بدك اياه، كل شيء، يعني فيها مواد غذائية، فيها عصائر، فيها منظفات، فيها كروشيه، فيها كل شيء، كل شيء، حبوب. والإقبال قد ايه على في الأشياء؟ إقبال. في إقبال، بس الإقبال الأكثر على المواد الغذائية أكثر من الملبوسات الضرورية. قد ايه كمان مهم ست ابتسام اليوم يعني بالمعارض، قد ايه مهمة بعملية التسويق، بعرض المنتجات، بالتبادل الخبرات بين السيدات اللي عندهم مشاريع صغيرة؟ طبعا يعني صارت المرأة الريفية بتعزز هذا الشيء. نعم. يعني أنا ممكن أخذ من رفيقتي مصدرة معينة، فكرة معينة، وهي ممكن تأخذ مني، وهكذا يعني بتعزز. وبنتعلم، بيصير في تبادل للخبرات بين السيدات. نعم. سيدة ابتسام، هلا وقت بنسمع مثلا النصوف مباشرة شو بنفكر؟ إنه برد وشتاء وإلى آخره. لكن إذا بدنا نحكي شوي عن موضوع إنه لا، في مشغولات صوفية للصيف. ايه، حريرية. هاي هدول انا شغلي حرير، بشتغل حرير منيح. يعني انا عندي بالبيت كتير هيك نوعيات لإلي، يعني بلواز وجواكي وهالقصص. يعني هلا ست ابتسام بدها تقلنا كمان عن قطعة هيك ببالة حابه تشتغلها، عم تحلم تساويها ولسه ما ساويتها. انا اي شيء يعني بتمنى فورا مساويه، يعني شفتيكي. فيعني ما في هلا بذهني شيء الا انه في مطلوب مني شيء هلا، يعني شو مطلوب؟ فيك تخبرينا شو مطلوب؟ فستان لبنت هيك سنتي. هو هدول القصص للاولاد الصغار بتحسي لسه ما سويته، يعني هلا عم بدك تشتغلي. أيوة. بتحسي هي القصص للاولاد الصغار كمان كثير، يعني لانه لازم ترجع تدرج، يعني انه بتحسي هيك لها خاصيه حلوه، بتطلع كثير البيبي فيها حلو. ايه طبعا. وبعدين يعني هو انا الفستان المطلوب مني اما بتكون بنت اخي، قريبتك وصديقتك. قريبتي. فانا يعني لما بدها تلبس فستان من شغلي اكيد بدي حتكوني سعيده، وبدي اشوفها احلى، وبدي حلو حلو. فكرتي تشتغلي هيك مفارش للطاولات، للسراير، لهي القصص؟ عم تشتغليهم؟ اشتغلتهم من قبل. اشتغلتيهم؟ بس هدول كانهم بياخذوا وقت طويل. كتير ست ابتسام. انا اشتغلت مفرش تخت من زمان كتير، هذا بضل شي سنه. سنه تقريبا سنة. يعني بعدين يعني لانه خيط ناعم. وهذا ما فيك تاخده. انا مثلا هلا شغلي باخده معي وين ما رحت. هيدا بيكون حجمه كبير. بس هذا حجمه كبير، ما فيك تاخده وين ما بتكون. صحيح. مضطر تقعد بالبيت حتى تشتغل فيه. فمشان هيك بيطول حتى يخلص. بس بقى اليوم شتويه وهيك كنكن يحدد الصوبيا وبنقعد بنشتغل فيه. صح. هلا انا بحس اكثر الاشخاص اللي بيشتغلوا المشغولات هي بيكونوا كثير رايقين.
يعني عندهم طولة بال كثير كبيرة، يعني أنا هيك تخيلاتي، فأنت شو رأيك بالقصة؟ إيه رأيك؟ مضبوط هالحكي. ما بيخلى الأمر أحيانا الواحد بيعصب يعني. إيه بس يعني شو بيصير؟ إيه مضبوط، واحد بيفرغ الطاقة يعني الطاقة اللي عنده جوا عم بيفرغها بين إيديه. عندك طولة بال كبيرة تتحملي بس إنه بالأخير ما بده إنك تعصبي شوي صغيرة. أكيد يعني بالنهاية إذا ما في حدا إلا بيعصب. أكيد هذا إجباري، بس قصدي طولة البال، هي التحديد احكي لنا عن هاي القصة. هو إجباري بدها طولة بال، وإلا ما فيك تشتغل. يعني أحيانا مثلا ممكن تكون مخربط بجهة بدك تفكها، بدك تعيدها، بدك تطلع مسطرة معينة، قطبة معينة، يعني بده يكون عندك كتير هدوء روقان وطولة بال. صحيح، حتى انت عم يعني متعامل مع شيء وعم بتفرغ طاقتك بهالشيء. شي مرة هيك كنت معصبة وانت عم تشتغلي قلتي خلص ما عاد بدي اشتغل؟ بتصير؟ لا. ولا لا بالعكس تماما؟ اذا كنت معصبة بتشتغلي؟ ايه بالعكس، ممكن يعرقل مع الخيط ويزعجني يعني، بس بدي اشتغل. بس تشتغلي يعني واضح قد ايه عندها تصميم وإرادة على الشغل. خلينا نحكي هيك، يعني كل شغلة كل قصة في عندها صعوبات، عندها معوقات، عندها شيء هيك بتضايقك بشيء. خلينا نحكي شو هي صعوبات العمل عندك؟ هلا الصعوبات بصراحة هلا ثمن الخيط، يعني هذا هي أصعب شيء، بيقيد أو بيحدد من شغلك. يعني مثلا حتى أنا إذا بدي أشتغل شغلي معين وحطه بالمرأة الريفي بدي ادفع هذاك المبلغ، شفتي كيف؟ وبدي احطه بالمرأة الريفي ممكن تطول لتنباع والى اخره. ف اذا التسويق يعني هو هذا احد العوائق. نعم التسويق طبعا. يعني عم تقعد فتره ما منيحه حتى تنباع، وبالتالي ماني مضطره اعمل غيرها هسه، شفتي كيف؟ وايضا اسعار التكلفه. ايوه تكلفه المواد. هيك. نعم هون لازم فعلا يكون في يعني خلينا يكون واضح تركيز اكثر على هالمنتجات. يعني انا وقتها عم شوفهم صراحه هني مميزين، يعني انا ما رح جامل بهيك قصه، يعني في تميز، في ابداع، في شغل حلو، يعني احلى من القطعه اللي بنجيبها من السوق. بس يمكن موضوع التركيز عليهم او الضوء عليهم شوي ما كتير يعني عنا يعني. ايه ممكن ممكن هيك يعني لازم دائما هيك. لهيك عم قلكم لازم يكون في سوق كامل، يعني هاد خاص بالمنتوجات اليدويه، يعني المنتوجات اللي هن المشغولات الصوفيه، المخدات، الفرش، هاي القصص هي. يا ريت والله، نتمنى نحن نتمنى، بس كمشروع فردي بصفي صعب، يعني ما في ما في واحد لحاله بيعمل هذا الشيء. بس لما بيكون في تعاون وفي يعني الفكره مطروحه وفي الى ناسا اللي تعمل عليها بيكون افضل طبعا. نتمنى طبعا نحن هذا الشيء ان شاء الله. ست ابتسام، يعني هيك خلال هاي الفتره الطويله من الشغل بالصوف او الاشغال الصوفيه، لقيتي شيء قطبه، شيء موديل، شيء انت حسيتي اني استصعبتيه وما قدرتي تساويه، ولا كله من نظره واحده صرتي خلص بتلقطي القطبه وبتعرفي بتساويها؟ هلا في موضوع، في بعض القطاب ممكن تكون صعبه شوي، شفتي كيف؟ فبلجأ عنك احيانا شوف طريقة شغلها كيف عم بيشتغلوا، أو ممكن لا بطلعها يعني بسهولة. إيه. طيب إذا أحيانا بس حطها بذهني، عفوا بس حطها بذهني، بتخيلها وطبقها على القطعة. حلو. طيب إذا حدا هيك بده يتواصل معك مثلا يوصيك على قصة، كيف ممكن يتواصل معك؟ عن طريق الفيسبوك؟ الموبايل يعني. يعني قصدي مثلا ما عندك صفحة فيسبوك أنه تنشري شغلك علي بطريقة هيك؟ والله للأسف أنا مو متعاملة. طيب مع ما في حدا مثلا استوي. هاي الفكرة اللي لازم أنا أوصلكم إياها، يعني نحن اليوم بزمن لازم يكون التسويق على نطاق أوسع لهيك قصص. هاي القصص صح. ما فينا نشتريها من السوق، هاي القصص بدنا ندور عليها لحتى على أشخاص. يعني صحيح، يعني لهذا السبب لازم يكون في ضوء أكثر عليها. مثلا موضوع الفيسبوك، ما عندك صفحة فيسبوك؟ عندي صفحة فيسبوك بس ما أنا عاملتها. طيب وأنا إذا راحت ما بعرف رجعها يعني. حدا من أولادك؟ والله ما عندي. نحاول من اشخاص قريبين منك انهم يسوقوا لك على الفيسبوك مثلا، يعملوا لك يعرضوا لك منتجاتك، لانه يمكن هيك كمان بصير في استقطاب يعني، شفتي كيف؟ ما يعني ما في حدا اعتمد عليه وما في حدا فاضي لحدا هلا. تماما هلا خلص. لازم بس لازم تعتمدي على حالك شوي. هي قصه الفيسبوك شغله بسيطه وصغيره، بتنزلي عليه بتصوري صوره بتنزلي عليه، واي مساعده جاهزين نحن. تسلم. كلمه اخيره ست ابتسام بتحبي تحكيها؟ يعني انا بتمنى يعني شغلنا عباره عن تراث قديم شعبي، يعني بتمنى يتابع، ما انه يعني مثلا نحن كموحدة بنشتغل هلا فيه ممكن بعد ما بنروح هذا التراث يكون في اهتمام اكبر يعني. ايه
يعني بتمنى يكون في اهتمام اكثر، يكون في دورات تعليميه مثلا الاجيال القادمه تتعلم هالشغل، يعني بضل حرف ابداعيه صحيح ولذيذه وبتفرغ طاقه، يعني واحد بيعبي وقته بشيء مفيد بشيء له ثمن يعني. صحيح، ان شاء الله يا رب فعلا الله يطول بعمركم ويمد بعمركم ويقويكم، وان شاء الله هيك دائما بنفرح لكل هالنجاحات. وفعلا هاي القطع الاثريه خلينا نقول بتلاقي الضوء اكثر وبتعود للفائده لكم وللكل ان شاء الله يا رب. الله يخليك، شكرا كثير لك وشكرا لوجودك معنا. العفو، ولو اهلا وسهلا. يعني كمان نحن ست ابتسام بدنا نضم صوتنا لصوتك ونطالب بالاهتمام بهي الاشغال الصوفيه. شكرا لحضورك معنا، نورتينا. اهلا.